بعض الناس هدانا الله إياه يعلق أشياء على البيوت، على السيارات، على الأولاد. هنديك أز أخوي جورا بنام عم بدأ شان شتيك هلا واسن بخي خانة كاني أنا سيارة كاني أنا من دالة كاني أنا. يضع مثلا رأس ثور. بون منسري جايك هلا واسن. رأس أسد. سري شيرك. الحوت مثل السمك. ماسيك حوتك. يضع مثلا أشياء من البحر. بون منشتيك لا اشتكاني ناو بحر هلا واسن. يضع بعض الأشجار. هندي لدارك كان هلا واسن. بعض الخرق. هندي لخرق كان هلا واسن. بعض الملابس القديمة. هندي لجلو برجا كونا كان هلا واسن. أكرمك الله حذاء نعل قديمة. خواي جورك رزدارد بكا بون منا بيلاو هلا واسن. يضع القطعة من الحديد التي توضع في رجل الفرس. بون منا نالي حشت نالي كر يا نالي أسب هلا واسن. يكتب بعض الكتابات مثلا يقول الحسود لا يسود. بون منا أشتي أكثر أنوسية الحسود لا يسود. نعم المهم يضع هذه الأشياء، لماذا تضعها؟ بون منا مشتانا هلا واسية بيدلين بون مشتانا هل دواسيت. إذا قال لأنها هي التي تدفع بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر. أجر ودي أما بو خودي خوي اشتكانم لكل دكاتوا أو الشركي جوريا. وإذا قال أنها أسباب لدفع العين هذا هو الشرك الأصغر. وأجر ودي أمانة شرك أجر أمانة تشاو بي سيم ليدور دكاتوا أو الشركي بتشوكا. الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسبابا لنا. خوي جوريا أمك أمانة نكرته هو كاريك بو إما. نعم يصح أن تعتقد وتجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب لكن لا بد أن يكون هذا سبب. بله بيويسة أوي خواي قورة بهو كار دايناوا توش بهو كاري بزاني بلام دبي أوشته هو كار بيت. مريض إنسان. إنسان يقنا خوشكو. ذهب إلى الطبيب وأخذ شيء من الدواء وشرب. روجت لاي دكتور وهندي دواء ورقدو دواكي خوار دواء. أو أخذ شيء من الأعشاب وأخذ يشرب. هندي لجوجيا أعشاب كاني ورقدو خوارديو. يصح هذا سبب حسي محسوس ملموس. أما درسته شن كم سهوكاري كي يسبيكراوا. أو أخذ يقرأ على نفسه الفاتحة هذا سبب شرعي رقية شرعية يصح. بون منا يعني تشتكي خن بسر خويا سورة الفاتحة خن بسر خويا أما درسته شن كم رقية شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه بيت ولديه دواب ولديه أولاد. يا غماري خوا صلى الله عليه وسلم من علي بوو مالي بوو ولاخشي بوو. لم يضع شيئا من هذه الأشياء التي نضعها بعض الناس اليوم. هيتش تيكي لو جرانا نكرت هالله واسيت قيد مالك إذا. من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ كي أمشتانا ما بابا دباري زيت. الله سبحانه وتعالى. تنها خواي قورا. إذا لا يمكن أن نضع هذه الأشياء. بويا نابي أمشتانا هالواسين.